حلو قوي حلو قوي، بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه، انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجة هدايا بس اللي عايزه تفهم حكايه ان احنا بندخل ونخرج من الامن الوطني كده عادي؟ انا كمان عايز افهم. ما ترد. انا لو رديت عليك يا حلمي رد هيزعلك. زعلني يا سيدي؟ بس فهمني. انا بس هفكرك ان يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي، ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظة انك ممكن تخوني. وانا المفروض ايه بقى؟ احط جزمة بقى في بوقي وامشي وراك وانا ساكت؟ رحيم، بقولك ايه، انا عايز افهم، في حاجات بتحصل قدامي كده انا مش كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ بتشغل مخك يا اخي؟ مفيش، هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجه هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجه هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حته الجن الازرق ما يعرفوش طريق بر، وكان زمانه وقف قدام الحاجه هدايا عيني عينك كده. شش، ما تصادق. لا، الموضوع يخصك انت. انا ازاي؟ رحيم عايز يوصل لك رساله انك ما تعملش حاجه الا بامره. انت مش عارف رحيم ولا ايه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بايده، هو اللي يقول اه وهو اللي يقول لا. ايوه بس الكلام ده مش عليا انا. هو يا اخويا طول عمره كده، بس انت اللي مش فاهم. هو انت هتعرفيني صاحبي؟ ايه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقى له 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك، ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا، وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي يا سيرة بقى، يلا يلا امشي. ماشي، بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ليه مسخنين عليه ولا ايه؟
خير يا ريم، في حاجة؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، تقلقش علينا، شوية كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصلحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام. ايوه يا سيدي هشام، عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية، شوية بعينه وشوية كلام، وآخر مرة مد إيده عليا. يمد إيده عليك إزاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من إيدي بس أنا وقفته عند حد. كنت جايلك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شوية، بس خلاص مش مهم. مش مهم إزاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه وهبهدله كمان. هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس؟ انت شايفة حاجة تانية؟ رحيم أنا مش شايفة غيرك، أنا بحبك. اطلعي برا برا. اللي عملت فيكي كده؟ انطقي مين؟ رحيم. رحيم إيه؟ رحيم يا ماما. انت متأكدة انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي. يلا ريم اتكلمي، ريم اتكلمي، رحيم هو اللي عمل كده؟ مين عرفك يا حلمي؟ روح بقى. الله روح روح. انت متأكدة انه رحيم؟ ما تخافيش ما تخافيش. رحيم ده أوسخ إنسان أنا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني البنت يا رحيم؟ ده أنت شلتها بإيدك وهي لسه لحمة حمرا. ريم يا رحيم. كنت تصدق إني ممكن أعمل كده يا حلمي؟ لو أنت مصدق إني ممكن أعمل كده في ريم اقتلني. في ايه؟ ضربي النهارده جاي منين؟ ها؟ تعالى يا ابو تعالى. في ايه؟ ايه ضربي النهارده؟ في ايه؟ حد يرد عليا، في ايه يا رحيم؟
رحيم يا ابني، في ايه يا حبي؟ سأل ابنك الكبير يا حاج. ايه؟ سأله عمل ايه مع بنت صاحب عمره؟ الكلام اللي بتقوله ده يا حلمي، معناته ايه الكلام ده يا رحيم؟ طبعا مش لاقي كلام تقوله. استهدى بالله ابني فهمني ايه اللي حصل بس؟ بطلت! قول لابوك عملت ايه؟ انا خلاص الكلام بالنسبة لي مات! استهدوا بس بالله يا جدعان، ده انتوا عشرة عمر. طب والختمة الشريفة ده عين وصابتنا. أم بسمة بطلي دغري، خد أمك واطلعي بره. تعالى جهز. طب وعزة جلالة الله ده شطان ودخلنا بينكم، هو إيه اللي حصل بس يا رحيم؟ بس! مش عايز أسمع كلمة.